السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة عند جنات، مرحبا بكم. نتمنى يا ربي تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم نقدم لكم واحد الكيكه اللي كتجي راقيه بالعسل والفيغميسيل، اللي كتجي رائعه وزوينه منظر ومذاق. الا جربتوها ما تستغناوش عليها، كتجي عاليه ومهويه وبومبي وسهله. تابعوا معايا الطريقه والمقادير. بسم الله على بركة الله. كنحتاجو 4 البيضات بحرارة المطبخ، ومعهم قمصة تاع الملح، قمصة تاع الملح، والروح ديال الفاني. ما عندكمش الروح تاع الفاني نستعملو الشاصية ديال الفاني، قشرة حامضة مكوكة، كاس ديال الياغورت طبيعي ولا أي نكهة عندكم. أنا درت بنكهة المشماش، كاس ديال السنيدة، كاس ديال الزيت، جوج كيسان ونص ديال دقيق الفورص، جوج خميرات. ودابا غنبداو على بركة الله. بسم الله، كناخدو البيض كناخدو روح ديال الفاني، ما عندكمش ديرو فاني عادي. معاه قبصة تاع الملح ضروري، كندير البيض فيه قبصة تاع الملح، كندير سكر سنيدة، نبدا نخلط. بغيتو ديرو الطراب ديروه، انا نديرها عاد الفوي. ندير قشرة تاع الحامض، نخلط مزيان، تدوب ليا ديك السنيدة، نحس بها دابت. نعاودش ليكم ريحة الروح تاع الفاني مع الحامض. نبدا ندير الزيت، غندير كاس ديال ياغورت دانون، النكهة اللي بغيتو. نخلط، غادي نزيد دقيق، نعبر بالكاس، انا مغربله ولكن غادي نزيد عاوتاني نغربلو. كاس الاول، نديرو الكاس الثاني،
نشوف شحال غيهز لينا على حسب البيض، حيت انا عندي البيض ما كبيرش، عندي البيض صغير. كاس ثاني خاصنا نص نزيدو، ما خاصناش نزيدو، ديال الخميره جوج طاشيات تاع الخميره. وغادي نخلط غير شويه باش ما يطيرش عليا. نزيدها شويه ضروري، ندير واحد السر باش كتجي هاد الكيكه منفوخه بزاف. عشق ديال الخل الابيض، انا ما ذكرتوش معكم، ها هو خلطه. ما غنزيدش كاع نص كاس كامل، غادي نزيد ثلاث المعالق. صافي هذا هو القياس ديالها. نخلطو صافي، هذا هو القوام، هذا هو القوام. وغادي نحطها في المول. صافي هذا هو القوام ديالها كما كتشاهدوا، ها كتكون كتهود على بزاف الطريقه ديالها باش تعرفوها. الدقيق بركه كترسم. ناخذ المول، غنى الزبده ورشيناه بالدقيق ودرته في الثلاجه. دابا غادي نهز الزيت ديال حتى الفوق ونكب. بسم الله نخليها داخل الفران ورجع معكم ان شاء الله. ها انتم البنات بعد ما خرجات من الفران شكي كتجي، كتجي عاليه وكتجي زوينه. انا غادي ندهنها بالعسل ونزوقها باي حاجه عندكم من المكسرات اللي عجبكم. ندير ليها العسل
ولا الكوفيتير اللي عندكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه اللي حضرت معاكم. ملي خرجتها من الفرن خليتها حتى بردت مزيان، عبش دهنتها بالعسل كما كتشوفوا، ودرت ليها الفيغميسيل. وممكن تدهنوها بالكونفيتير، باي حاجه عندكم بغيتوها، بالشوكولاط، كتجي هائله وكتجي زوينه، كتجي روعه وكتجي زوينه. والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله. كنتمنى هذه الوصفه تعجبكم، والى عجبكم الفيديو ديروا لي لايك واشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. وشكرا.